أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، أهلا بكم في مدارس الإدريسي. معكم أستاذ صفاء فاضل للصف الأول الابتدائي. درسنا لهذا اليوم جمع العدد مع نفسه، ومع نفسه زائد واحد، ومع نفسه ناقص واحد. شنو يعني مع نفسه زائد واحد؟ يعني عدد مثلا طالنا خمسة، مع نفسه زائد واحد يعني ها خمسة زوديها واحد، يعني زود عنها بمرتبة، زود عنها بمرتبة واحدة، زوديها واحد تصير ستة، فأقول خمسة زائد ستة. مع نفسي ناقص واحد هي نفس مثلا أعطانا خمسة، مع نفسي ناقص واحد شنو أقل من عندها مرتبة، يعني خمسة ناقصها واحد تصير تصير أربعة، فأقول خمسة شنو زائد أربعة. هسه راح ناخذ الأمثلة عندي هنا فقط أتعلم. خلينا نراجع أول شي علامة الجمع شنو هي. احنا قلنا خط وقاها خط، خط وقاها خط، هاي شنو علامة الجمع. علامة الجمع عندي فقط أتعلم. شوف هاي الأيادي، هنحسب عدد الأيادي ونشوف جمع العدد مع نفسه، ومع نفسه زائد واحد، ومع نفسه ناقص شنو واحد، ومع نفسه ناقص واحد. هنا أنا حاجة أخلي هنا نجمع العدد مع نفسه، وقايل جمع العدد مع نفسه، وراح أخلي بصفها جمع العدد مع نفسه زائد واحد، وبصفها جمع العدد مع نفسه ناقص واحد. جمع العدد مع نفسه زائد واحد زائد واحد، وجمع العدد مع نفسه ناقص واحد. جمع العدد مع نفسه، أعلمكم شلون نجمع مع نفسه زائد واحد ومع نفسه ناقص واحد. جمع العدد مع نفسه هنا ما عندي شنو عدد الأيادي، شقد حاجة أحسب عدد الأيادي. إيش كم أصبع أنا عندي هنا؟ خلينا نحسبهن. هذا إني أصابع الثنين أو الإيدين الثنين وياي. هاي شنو هسه عندي؟ أنا عندي هسه واحد، هاي اثنان، هاي أول واحدة جاي أحسب أول واحدة أنا. هاي واحد اثنان، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، أخلي هنا خمسة. ريد الثاني قد بيها أنا خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، فأقول خمسة زائد خمسة هاي صار جمع العدد مع نفسه. مثلا أعطاني مثال أربعة زائد أربعة، ثمانية زائد ثمانية. المهم يكون شنو أجمع العدد مع نفسه، يعني نفس الشيء سامو خمسة زائد خمسة نفس الشيء. مثلا أعطاني أربعة زائد أربعة، مثلا أعطاني ثمانية زائد ثمانية، مثلا يعني يكون شنو لازم العدد نفسه. بس أنا شنو بالمثال فقط أتعلم عندي، عندي خمسة زائد خمسة، فأقول خمسة زائد خمسة. أما أقول خمسة أخليها بقلبي وأخلي فوقها خمسة بإيدي خمس أصابع وأحسب ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هاي عشرة. أو أقول خمسة زائد خمسة، هاي إيد خمسة وهاي إيد خمسة، شو تصير عشرة. نعم جمع العدد مع نفسي زائد واحد، هاي إيد أول قد بيها قلنا خمسة، وهاي إيد ثانية خمسة، وهاي قد بيها هاي الإيد بيها إصبع واحد، يعني شنو قد صار خمسة وواحد قد صار ستة، وهاي خمسة زائد شنو ستة. الإيد الأولى خمسة، الإيد الثانية ستة، عندي خمسة أصابع زائد إصبع واحد صار ستة، وأقول خمسة زائد ستة. من هاي الإيد عندي خمسة وواحد من الناس صار ستة، خمسة زائد ستة هاي ستة أخليها بقلبي لأن كبيرة، وأزودها خمسة أصابع بإيدي خمسة، أزودها خمسة أصابع هاي ستة، أقول شنو جي وراها سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر، خليتها بقلبي خليت فوقها خمسة خمسة بإيدي، من حسبت إن قد طلعت لي أحد عشر. خمسة زائد ستة شقد تساوي أحد عشر، هاي أحد عشر.
عندي جمع العدد مع نفسي شنو؟ ناقص واحد، ناقص واحد. أنا عندي هاي الإيد الأولى قلت بيها خمسة، خمسة أصابع يعني خمسة. الإيد الثانية مؤخرين إصبع واحد، قد بقالي أربعة، فأقول خمسة ناقص زائد أربعة، خمسة زائد أربعة، نقصوا من الإيد كاملة، نقصوا إصبع واحد بقالي أربعة، فأقول خمسة زائد أربعة زقت تساوي تسعة. خمسة خليها بقلبي وخلي فوقها أربعة خمسة، شنو يجي بعدها؟ ستة سبعة ثمانية تسعة، فخمسة زائد أربعة تساوي تسعة. راح ناخذ بعد أمثلة. عندي فقرة أتأكد، أجد المجموع، أجد المجموع. زرع محمود خمسة من الأشجار وخمسة من شنو؟ نخلات. هاي نخلة عندي وعشرين شجرة. زرع محمود خمسة من الأشجار وخمسة من شنو؟ من النخلات. هسا عندي كم نخلة هنا؟ خمسة. راح نجي نحسبهن. عندي هسا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، جيت كتبت هنا خمسة. زين عندي بعد كم شجرة؟ عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، فأقول خمسة زائد خمسة، صح؟ خمسة زائد خمسة، جمعوا العدد مع نفسه، خمسة زائد خمسة شو تساوي؟ عشرة، لأن هاي إيد خمسة وهاي إيد خمسة، قد تساوي لي؟ عشرة. خمسة شنو يجي بعدها؟ بعدها يجي ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هنا عندي كم عدد الزهرات بالصورة؟ كم عدد الزهرات بالصورة؟ نادني عدد الزهرات، عندي لون البنفسجي ولون الأزرق. راح نجي نحسبهن. عندي هنا أول لون، لون البنفسجي، راح نحسبه واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، هاي ثلاثة. وعندي هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة، هاي أربعة. ثلاثة زائد أربعة قد يطلع لي؟ خلي أقول أربعة. أربعة شنو يجي بعدها؟ خمسة ستة سبعة، أخلي شنو؟ سبعة. ثلاثة زائد أربعة تساوي سبعة، تساوي سبعة، اكتب هنا سبعة. عندي هسا السؤال الثالث، أجد ناتج. ناتج قد مطيني ذني. عندي هسا بالسؤال الثالث مطيني، مطيني عدد الطيور الحمراء وعدد الطيور الزرقاء. نا عندي عدد الطيور الحمراء وعدد الطيور الزرقاء. عندي كم مجموعة من الطيور الحمراء؟ راح أجي أحسبين واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، أكتب ثلاثة. هنا عندي كم وحدة زرقاء؟ واحد اثنان ثلاثة، هم ثلاثة، يعني جمع العدد مع نفسه، ثلاثة زائد ثلاثة إيش قد تساوي؟ تساوي ستة. ثلاثة شنو يجي بعدها؟ أربعة خمسة ستة. هنا عندي كرة القدم، كرة القدم هنا البيضاء، واحد اثنان ثلاثة، أكتب ثلاثة. جو عندي لون جوزي أو برتقالي، واحد اثنان ثلاثة أربعة، أكتب هنا أربعة. أربعة زائد ثلاثة أو ثلاثة زائد أربعة شو تساوي؟ سبعة. هنا عندي الساعة، ساعة المنبه، عندي حمراء وصفراء، خلينا نجي نحسبهن. هنا جمع لي جمع العدد مع أربعة، ثلاثة زائد أربعة، خلينا نجي نشوف هنا قد مطين يعني، واحد اثنان ثلاثة الساعات الحمراء. عندي هسه هنا صفراء اثنان، ثلاثة زائد اثنان صار ثلاثة زائد اثنان تساوي قد؟ خمسة. ثلاثة زائد اثنان تساوي خمسة. هنا جمع العدد مع نفسه، جمع العدد مع نفسي زائد واحد، جمع العدد مع نفسي ناقص واحد. هنا ثلاثة زائد أربعة، ثلاثة شنو؟ زائد اثنان. تلاحظون جمع العدد مع نفسي اللي هي ثلاثة زائد ثلاثة، وجمع العدد مع نفسي زائد واحد زود ثلاثة واحد صارت أربعة اللي هي ثلاثة زائد أربعة، وجمع العدد مع نفسي ناقص واحد
ناقص واحد يعني شنو؟ عندي هنا قبل أوصل فقط أحل، عندي نقطة رابعة أحوط ناتج جمع العدد مع نفسه، عندي العدد مع نفسه، العدد مع نفسه زائد واحد، والعدد مع نفسه شنو؟ ناقص واحد. هنا راح أسوي جمع العدد مع نفسه مع نفسه، وهنا عندي جمع العدد مع نفسه زائد واحد زائد واحد، وعندي جمع العدد مع نفسه ناقص واحد. جمع العدد مع نفسه ناقص واحد. هنا ايش قايل لي؟ هاي خمستين قايل لي اجمعها مع نفسها، مش راح اقول خمسة زائد خمسة شو يساوي لي؟ 12، 10 إلى 11، أنا أقول 10 ليش؟ لأن عندي 5 زائد 5 شو تساوي لي؟ 10، لأن قايل لي مع نفسها، ف5 زائد 5 شو تساوي لي؟ 10، صح؟ هاي إيد 5 هاي إيد 5 اجمعها سوا شو يصير؟ 10، قايل لي أريد شنو؟ جمع العدد مع نفسي زائد واحد، أول شي هاي شنو 5 زائد 5 شو تساوي لي؟ 10، عندي العدد مع نفسه زائد واحد هاي 6 زائد واحد 6 جمع قايل لي عدد مع نفسي زائد واحد 6 ازودها واحد شو تصير 7، واقول 6 زائد 7 شو تطلع لي؟ تطلع لي 13، 14، لو 12 شو تقولون؟ 6 زائد 7 ايش قد؟ تساوي 13، صح؟ هاي 6 زائد 7 تساوي، أكتب لكم إياها، 13، من الأكبر 7، خليها بقلبي، 7، خلي فوقها 6، أقول 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، وأقول 6 زائد 7 تساوي، 13. عندي هاي 13 حوطناها، وهذه الشي 10 حوطناها، عندي هسه السؤال عدد مع نفسي ناقص واحد مطيني 7، مطيني 7 6 زائد 7 تساوي 13، هنا عندي العدد مع نفسي ناقص واحد، ناقص واحد، فسبعة نزلها ناقص شنو واحد، يعني 7 نقصها وش تصير واحد؟ 6، فأقول 7 زائد 6، 7 زائد 6، قاعد جمع العدد مع نفسي ناقص واحد، العدد نفسه نقصها واحد شو يصير؟ 6، فأقول 7 أخليها بقلبي، شو أخلي فوقها؟ أخلي فوقها 6، فأقول 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، فش أختار؟ أختار 13، أحوط 13. هاي صارت العدد مع نفسي ناقص واحد، يعني عدد نفسه أزوده ويا من أزوده ويا نفسه، بس شو نقصته واحد، يعني 7 نقص لي واحد شو تصير 6، فأقول 7 زائد 6 شو تساوي 13. عندي هنا هسه شنو فقرة النقطة الخامسة، النقطة الخامسة استعمل مكعبات لأمثل الأعداد وأجد الناتج، استعمل مكعبات لأمثل الأعداد وأجد الناتج، 3 زائد 3 تساوي 6، هاي اي 3 وهاي اي 3 شو تساوي لي؟ 6، 3 زائد 4 شو تساوي لي؟ 7، 4 خلي فوقها 3 شو تصير؟ 4، 5، 6، 7، جاي نحل فقرة أحل احنا، صارت هسه 7، عند 3 زائد 2 شو تساوي لي؟ 5، هاي إيه 3 خلي فوقها 2، 3، 4، 5، فخلي شنو؟ 5، عندي 5 زائد 5 نعرفها تساوي 10، تساوي 10، هاي إيد 5 وهاي إيد 5 تساوي 10، عندي 5 زائد 6، 6 خليها بقلبي، وخلي فوقها 5، أقول 6، 7، 8، 9، 10، 11، شنو هسه؟ 11،
هنا 11، عندي 5 زائد 4 تساوي شنو؟ 9. عندي هسه هنا شنو؟ جمع العمودي. جمع العمودي يعني شنو؟ مثل هاي 4 زائد 4 سميناها جمع العمودي. سميناها جمع العمودي. 4 زائد 4 شو تساوي لي؟ 8. هاي ايد 4، هاي ايد 4 تساوي شنو؟ 8. عندي 8 زائد 9 شو تساوي لي؟ بعدين عندي هم جمع عمودي، فاقول 9 اخليها بقلبي واخلي فوقها 8. 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 10 17. عندي 8 زائد 7 8 خليها بقلب، أقول 8 9 10 11 12 13 14 15. شو يساوي لي؟ 15. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، أرجو إرسال الواجب لي على تطبيق السراج، وإلى اللقاء في دروس قادمة.